بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد هم قادونا إن شاء الله دعاء عافيماتك وقفك عافيمات أباهن وإلهي أودي سنة دعاء وكدعى سلها حضرات أهد أفربتين وحضرتان أن كجرنا وبريان دنبي أهد لغا عفصنا يا وحانو نذي كليبا لإلوبي وضادك السامي ووضانا عالم كالقلي مسلم إيقال باكو داعي عفصيسنا أهدران تهدرتان سيلا وكعليبا عذر كام حانوك اللو يغانو كورونا كورونا فيروس كسودو داوالا شرفتو بدانو موقال كالو حيسو بدان muqaalka like sar like dufo noqon bakhil sidoo kale muqaalka subscribe sar janaalka si aad ugu xirantid dulman production gamalka furos si wax kasta ay ku soo dhacaan maadsanid hadaba coronavirus waa cudur ilaahay uu keenay daawo leh sanabi nasi alayhi salaam sanabi cudur ma jiro illa daawo leh hadaba ducada coronaha oo coronina noqonayso xanuun kasta noqonayso cudur walba noqonayo ayaan baranayna insha Allah ta'ala soo gudbinayna kadibna qof kale inuu ku duceysto si Ilaah uga xifdiyo coronavirus la sheegayo iyo xanuun kasta oo dhib wato Ilaah uga xifdiyo maxay la haafidku waa Ilaahay cudurkana Allah keenay Ilaahna qaadi karo hadaw Ilaahay ayaa ka hoosgelinaya insha Allah ta'ala waxaan badinayna ducooyinkan aan badin doonaa insha Allah ducooyinkan aan badinayna waxaan rabaa marka ducada qaataana inaa eelkina bartaan أولادنا برتان، والدكنا برتان، حسسكنا برتان، أولادنا برتان، كنا كنا دعستان، إلهي دبكيس، عذر كاس حنون كل شيء دبكيس إلهي أقبض بهذيو دت كاس، النبي عليه الصلاة والسلام إلهي حكم من قل جري، صحابتنا أو براي براسك، والد جدامك، يوم من سيء الأسقام يحنون حن حن أفرز من سيء الأسقام، مركب براسك يقولون وش يا والدي، جدامك، عذر جري جدامك. جدانك يقول الله شاك هذا هو حنوك صلى الله عليه وسلم ومن سيء الأسقام حنون إلا قيامة حنوك صلى حنون بصباحا هذا هو كرونا من سيء الأسقام يسوس قال يا حديث كاس وحاو وريي أبو داود هي مركا وحانا كرونا نحن بضينا نفس أنا ودعوين كمانو بدعاء عن لين هاي نو قارة ونا خسانو سي إلهي لما نحن نضع في رسيدة كله إلهي ونقا إلاليو waxaa nabiyeena ka sugnada cali salaatu wasalaam ducooyin fara badan oo naafica ah oo qofka ilaalinayso xifdinayso dhib walba ka xifdinayso nabiga ka sugnada cali salaatu wasalaam dadka ka gaabiyey marka hore ducooyinka soo sugnaaday oo nabiga cali salaatu wasalaam ka sugnaaday oo qofka xifdinayso inoo badiyo la rabaa jirooyinka iyo fayraska kulli wax dhan ka xifdinayso waxaa ka mid ah ducooyinkaas taxasamtu bidil cizza wactasamtu birabbil malakuut وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير تحاصمت بالعزه واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير وعجيب والدعاء سوف حصل الله سكرا قبل النوم انت انا حنكر يمركي او لصوك عبا جاس الله بذي كرام أي أذكرت النبي نجد عليه الصلاة والسلام حكم إذا الرغف إن الصبح ينصدح كآخره قلب كن صدح كآخره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم النبي عليه الصلاة والسلام قف أحد ما أخره إلا واحد لبا ملا قف صدح كآخره صبح كآخره قلب صدح كآخره أي واحد لبا ملا قف كاس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الله سو مغعيسا لا جيركيسا واحد ديب كار انا جيرين شي دوكا جوغو اي ميركا جيرو واسمن عليم صدق كا حسنيسا كل مصيبوك دعايو بلايد دعايسو الهو كا حسنا سبحانه وتعالى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم ابو هريره وحلقه وري رضي الله عنه نبا النبي صلى الله عليه وسلم نكاس وحي رسولك الهو حال وحي قرينه بو يريد دبا قلو اما حرام سي لو غرناو حال يقنيني هي حنون يو
ayaa kala kulmay dhiba kala kulmay waxaanu yiri calayhi salaatu wasalaam haddaad dhihileed markaa galabaysatad haddaad dhihileed acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq ku dhib lahayn qalloocyo waxaas iyo haraan iyo mas iyo abeese iyo kulli waa isku mid qof hadduu yidhaahdo marka galabkii la joogo marka salaa casr udka kadib hadduu yidhaahdo acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq waa ilaahay kelimaadkiisa dhammaastiran ayaan ka magangelayaa wuxuu abuuray shartooda wax ku dhiba malaan aanu ku dhibi lahayn maasha allah haddaba marka ujeeddaa waa nagu filan yihiin waanu ducaas waa nagu filan tahay iyo adkaartaas aanu wadno korona iyo xanuunkaasa la sheegayo iyo fayras walba la sheegaayo kul ilaah naga xifdinaayo ilaah keenay ilaahna ka magelina insha allahu tacaala adiga waxaan idin rajaynaynaa inaad ilaah ka magangashaan ilaahna naga badbaadiyo muslimiinta dhan ilaahay waxaas oo ka caafiyo haddeeduna ilaahayna uusan ku ridin gaalada iyo wixii oo dhibboodan ilaahay uu ku halaago islaamkana ilaahay oo ka badbaadiyo asxaabta in la wadaaga oo laag saara si oo u gaaro bulsho fara badan u gaaro uu nafciyaan adiga sababtaada ha lagu nafciyo oo adkaartan dad fara badan ha gaaro qayb ka noqo faafinta khayrka insha allahu tacaala ila liqaa wasalaamu allahu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.